الشيخ عبد الحميد كشك أنا مش بعتبره داعية إسلامي ولا خطيب، دايما أوصفه بالوصف ده وأنا مصر عليه أنه حالة دعوية فريدة. كان دايما يدعو ربه عز وجل أن يتوفاه ساجدا يوم الجمعة. ولكني دعوت الله قائلا احجبي اماما وامسني اماما واحشرني وانا شاهد بين يديك يا رب العالمين. اكثر من 2000 خطبة مسجلة انتشرت في العالم كله، وأكثر من 100 كتاب وسيرة ذاتية مليئة بالأحداث المثيرة للجدل هي حصيلة ما ترك عبد الحميد كشك. وهذه قصة أيامي باختصار مفيد جدا وبإيجاز وجيه. في يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر لعام 1996 توضأ في بيته لصلاة الجمعة، وكعادته بدأ يتنفل بركعات قبل الذهاب إلى المسجد. بدأ الصلاة وفي الركعة الثانية سجد السجدة الأولى ثم السجدة الثانية، وكأنه يوافق القدر المحتوم يلبي نداءه أن يختم حياته وهو بين يدي ربه، وقد أوشكت أن تفارق روحه ذلك الجسد المتعب، كأنه يقول للناس أرحتكم من مشقة نقلي إلى المسجد، هلموا فصلوا علي. عندها صعدت روحه إلى السماء. الله قائلا احجبي اماما وامسي اماما واحصني وانا شاهد بين يديك يا رب العالمين. سبحان الله، يعني شيء يعني غير عادي، وشيء يعني الانسان مهما حاول يوصف او يعني يحكي مشاعره او يوصف احاسيسه مش مستحيل. إنه الإنسان يعني يتمنى على الله إنه يقبض ساجد يوم جمعة هذا أمر، لكن رحمة الله عليه كأن الله يكافئه في مفارقته الدنيا. عندما يموت الرجل ساجدا بين يدي الله فإن المرأة يحشر على ما مات عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء على ما مات عليه. أمن الدولة أصدر الأوامر لأولاده وأسرته إن هم يصلوا في نفس اليوم. في عزا الشيخ كشك العزاء بدأ من العصر إلى الساعة 12 بالليل. ضباط الداخلية لواءات وأمن الدولة ورئاسة الجمهورية قالوا ما تخلصوا هو الشيخ كشك، تعبنا هو ميت وتعبنا هو عايش. لا ظلم اليوم، لا محاكم للشعب ولا محاكم للثورة ولا محاكم للغدر ولا محاكم لأمن الدولة العليا، إنما المحكمة اليوم لواحد. يا دنيا أين أنهارك؟ أين أشجارك؟ أين بحارك؟ أين قصورك؟ أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين أبناء الجبابرة؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ يا دنيا، يا دنيا أين الجبابرة؟ وأبناء الجبابرة؟ أين الذي كان إذا أشار بإصبعه امتلأت السجون وغثت المعتقلات؟
أين الذي وقف أمام قبر اليدين وأحكم بالله أنه لن يرحم؟ اسألوا التاريخ يا من تمرون بكبر القبة ويا من تمرون بمدينة نصر، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أفلا تعقلون؟